تحدثت عن محمد النني، رأيك في المستوى اللي بيقدمه محمد النني منذ سنوات مع أرسنال، ورأيك أيضا هل يستحق محمد النني التواجد على دكة بدلاء أرسنال كل هذه الفترة؟ أحدثكم بكل صراحة، هو يستحق اللعب مع هذا الفريق. أنا أجد أنه لاعب رائع، لديه الكثير من المميزات. فنيا هو موهوب، وجسمانيا هو لاعب قوي ويجري كثيرا في الملعب. نحن نستطيع أن نحصي عدد الكيلومترات التي يجريها لصالح فريقه. نحو دائما يكون متمركز جيدا خلال المباريات. وأنا بالفعل محبط أنه لم ينال فرصته كما يجب، لأنه لاعب رائع وهو يستحق أن يشغل مكانه كلاعب أساسي، ولأنه عندما يلعب أساسي سوف يقدم أكثر وأكثر وسوف يتطور مستواه أكثر وأكثر.